أزول في اللاوي عسلامة. نواصلوا في السلسلة متاع الفيديوهات اللي نحاولوا باش نعرفوا بهم بمبادئ وأفكار حركة تغيير شمال أفريقيا، وتكلمنا في الفيديو قبل هذه حول السبب اللي خلينا نختاروا هذا الاسم، لأن نحبوا أشخاص حركيين يؤمنون بالتغيير ويعملون في إطار شمال أفريقيا الأمازيغية، وأكد على هذه الكلمة. اليوم باش نحاولوا نفهموا علاش اخترنا شعار الحركة الحق حق الأرض وليس حق السماء. ولكن قبل ما نعطي الأسباب اللي خلانا نختار هذا الشعار، حبيت نتكلم حول مراحل النضال الأمازيغي في شمال إفريقيا. يعني لا أريد أن أعود إلى التاريخ البعيد، وإنما إلى التاريخ الحديث. تعتبر الحركة متاعنا حركة تغيير شمال إفريقيا من الجيل الثالث حديثا في المطالبة بالهوية الأمازيغية اعتمادا على الأرض، وهنا يتلخص الشعار متاعنا. نعرف احنا اللي قبل الاستقلال من فرنسا وبعد الاستقلال قامت كثير من الحركات الانفصالية، سواء في الريف، سواء عند القبائل، سواء عند الشاوية، سواء عند التوارق، يعني بنية الاستقلال عن بقية شمال إفريقيا. علاش؟ على خاطر هما يعني تحركوا في المناطق اللي يتكلموا فيها اللغة الأمازيغية، وتحركوا في المناطق اللي موجود فيها بكثافة الأمازيغ، بينما اعتبروا بقية شمال إفريقيا عربي. وهنا يعني وقعوا في الخطأ اللي وقع فيه الأكراد، زادة ياسر مناطق كردية ولات فارسية، ومناطق أخرى ولات عربية كما تكريت، ومناطق ولات تركية، ونشوفوا اللي الأرض الكردية تقلصت وأصبح التواجد الكردي إلا في المناطق التي يتكلم فيها الكردية واللي موجود فيها تجمع كردي. أما المناطق التي عربت ولا ولات فارسية ولا الأشخاص ولا يتكلموا الفارسية ولا التركية فقدت. احنا منحبوش نقع في هذا الخطأ. والجيل الأول من الحركة الأمازيغية كانت انفصالية كما قلت لكم، واحنا منقبلوش انه يعني شمال إفريقيا تقسم أو تجزأ. شمال إفريقيا كيان واحد منذ التاريخ، مش جديد، ما تنجمش تقسمه، شعب واحد، طبيعة واحدة، رغم اختلافات اللهجات. الشمال الإفريقيين راهم ماهمش عرق، الأمازيغ ماهمش عرق، هما خليط اتفقوا على أن يتعايشوا. قبل ما فماش كانت حروب دينية ولا حروب عرقية ولا فماش. وقتاش بدات لنا هذه الحروب؟ توا، منذ ان وقع الغزو العربي الاسلامي لشمال افريقيا. واحنا نعيشوا صراعات عرقيه وصراعات مذهبيه وحتى صراعات دينيه. اذا هذا الجيل اللي يعني طالب بالاستقلال عن بقيه شمال افريقيا والسماح ببقيه الاراضي الشمال افريقيه لمن عرب، هؤلاء رغم معناتها ما نقولش اخطاء، اما استراتيجيتهم وافكارهم في ذلك الوقت، وانا نفهمهم، قدموا عمل كبير جدا للامازيغ. خاصه نعرفوا ان كثير اعطى من دمه، يعني فما شهداء، وهناك وقعوا معناتها في كفاح مسلح مع الحكومات التي تم تنصيبها من الجامعة العربية ومن جهات أخرى من أجل تعريب شمال إفريقيا، خاصة بعد الاستقلال. ونعرف المثل متاع تونس. تونس ما كناش نسمعوا بحاجة اسمها أمازيغ. كنتوش تسمعوا فما أمازيغ في ليبيا؟ شكون كان يسمع؟ ما كانش يسمع.
ما كناش نعرف اللي فما مسيخ في المغرب وفي الجزائر، أما هذه الحركات من الجيل الأول عرفت للعالم أجمع أن هناك أمازيغ في شمال أفريقيا واللي هما السكان الأصليين. إذا وقت انتهى الجيل الأول انتقلت الصراع الأمازيغي إلى المرحلة الثانية، وهي قيام حركات وجمعيات وتجمعات تطالب بحق الأمازيغ في تعلم اللغة متاعهم، وفي حقهم باش يسميوا مناطقهم بأسامي أمازيغية، وفي حقهم باش يسميوا أولادهم وبناتهم بأسماء أمازيغية، وبحقهم باش يحتفلوا بالأعياد متاعهم الأمازيغية. في الأول يعني تم رفضهم، ولكن خوفا من عودة هؤلاء إلى الكفاح المسلح وإلى المطالبة بالاستقلال عطوهم هذه الحقوق في المغرب وفي الجزائر. أما في ليبيا بعد سقوط القذافي ظهر الأمازيغ وخذوا حقوقهم، وفي تونس بعد هروب بن علي أصبح الأمازيغ يمكن أن يعلموا لغتهم وعندهم جمعيات وينجموا يسميوا أولادهم بالأسماء الأمازيغية. هذا الجيل الثاني لا يطالب بالاستقلال وإنما يطالب بحقه في الوجود كأقليات، وهذا غير مقبول أيضا، غير مقبول. ولهذا ظهرت حركتنا بشعار الحق حق الأرض وليس حق السماء. شنو المقصود به؟ الأرض هذه اللي احنا عايشين عليها واللي تولدنا عليها واللي كبرنا عليها واللي أجدادنا تولدوا فيها وكبروا هي أرض أمازيغية، هذا لا نقاش فيه. هذاك علاش مهما كانت الأصول متاعك، مهما كانت اللغة متاعك أو اللهجة متاعك، هناك لهجات كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل هذا، اللهجة التونسية والمغربية والجزائرية والليبية والموريطانية كلها لهجات أمازيغية لأنها نبعت وترعرعت وكبرت هنا فوق هذه الأرض الأمازيغية، ما جابوها لناش من الخارج. يعني هذه معناتها المسألة مش مقبولة، مش مقبولة أنك تسمي هذه اللهجات لهجات عربية. ولهذا معناتها عنا اللغة الأم اللي هي جدا غنية واللي أنا انبهرت عندما اطلعت عليها وقريتها، وأنا مانيش معناتها متعمق في التاريخ اللغة الأمازيغية، وإنما لغة جدا غنية، جدا غنية معناتها يكفي أنها إلى هذه الساعة ما زالت لغة حية، بينما اللاتينية ماتت والعربية الفصحى لغة ميتة. شكون يحكي العربية الفصحى؟ شكون اللي يتولد أمه تكلمه باللغة العربية الفصحى؟ لغة ميتة يتكلموها بعض الأشخاص في المدارس في الجامعات فقط، ماهيش لغة حية، بينما اللغة الأمازيغية هي لغة حية موجودة في شمال أفريقيا وانحدرت منها وخرجت منها ياسر لهجات، سواء فهمت اللهجات اللي يسميوها تونسية وجزائرية وليبية وموريطانية ومغربية، أو اللهجات كما الشاوية والريفية ومتاع التوارق والقبيلية ولا الشلوح، الكل هذه لهجات أمازيغية ترجع للأصل اللي هي اللغة الأولى اللي هي الأمازيغية. هنا معناتها ذكرت واحد سألني قال لي علاش ما تكلمتوش على موريتانيا؟ هل موريتانيا ليس من شمال أفريقيا؟ هل موريتانيا ليس أمازيغية؟ لا، موريتانيا والصحراء وجزء من السنغال وجزء من مالي وجزء من نيجر وجزء من مصر هم أمازيغ وأراضي أمازيغية. احنا مانيش مستعدين باش نفقد أي شبر من الأرض الأمازيغية، ذاك علاش قلت في الفيديو الأول وقتها يوفى الكسكسي توفى حدودنا. الكسكسي يأكلوه كل الأمازيغ مهما كانت لهجتهم مهما كانت أصولهم. إذن هنا الحق هي حق الأرض، هذه الأرض وليس حق السماء. علاش احنا قلنا الحق حق الأرض وليس حق السماء؟ لأنها الأرض هي اللي تعيشنا وهي اللي احنا لازمنا نخدموها، هي أمنا. وهذا فكر معناتها موجود للمعتقدات الأمازيغية القديمة
يعني حتى الآن الأمازيغي وتيحلف يحلف بالأرض يا أخي بالسيف. تحبوا تعربونا بالسيف؟ تحبوا تردونا عرب؟ هذه كلمة بالسيف اللي هي كلمة تونسية وجزائرية ومغربية. بالسيف هي دلالة على مخزون عاشوه جدادنا، على خاطر بالسيف دخلوهم في الإسلام، بالسيف عربوهم. إذن ولات الكلمة هذية في اللهجة بتاعنا الأمازيغية التونسية ولا الجزائرية ولا المغربية ولا حتى الليبية والموريتانية، هي كلمة تدل على شنو عاناه وجدادنا. نقول لك تاكل بالسيف، اي يكون بالسيف. من فين جاتنا هذه الكلمة؟ هذه جابتنا من القهر العربي منذ النكبة ودخول الجيوش العربية إلى شمال إفريقيا. 70 سنة، 70 سنة والأمازيغي حاربوا في هذه الجيوش، في الأخر خسروا المعركة. قديش دخلوا عرب في شمال إفريقيا؟ 10,000، 100,000، مليون؟ شنو هذا العدد؟ شنو قيمته هذا العدد بالنسبة للسكان الأصليين؟ حتى مثلا نقولوا اللي عربونا هي غير مقبولة، على خاطر اللهجة بتاعنا كما قلت لكم هي غنية بالنحو والصرف والعبر والكلمات الأمازيغية، كما بالسيف. بالسيف بالسيف تحبوا تردونا عرب؟ شو مجيبنا ليكم؟ احنا ما عندنا حتى مشكلة، كما قلت احنا كحركة ما عندنا حتى مشكلة مع أي عرق، مع أي عرق مهما كان، ولكن زاد انتوما ما تعداوش علينا، ما تعداوش علينا، ما تعداوش على حقوقنا. صحيح موجود الإسلام، شو مدخل الإسلام في العروبة؟ هل هو غزو إسلامي ولا غزو عروبي؟ ماكم جبتوا الإسلام شمال أفريقيا، رجعوا لبلادكم. وهذاك علاش قامت ياسر حركات يعني من الخوارج في شمال افريقيا امازيغيه، كانوا الامازيغ يعني ينضموا الى اي مذهب يعادي الشرق. وراهي مساله التعريب معناتها اللي ياسر ما يعرفوهاش، راهي وقعت اخيرا له كلمه هذه العروبه جابوها لنا مع الجامعه العربيه. شو ما دخلوا جيبوتي والصومال وجزر القمر في العروبه، شم جايبهم للعرب؟ شم جايبهم للعرب؟ إذن احنا قلنا الحق حق الأرض وليس حق السماء، نقصد بها أن ليس هناك أي حكم سماوي يخلينا نتعربوا، وميخلينا فما حتى حق باسم أي إله مهما كان أن يعربنا. لازمنا نسترجع حق الأرض، الأرض هذية اللي كبرنا عليها، نسترجعوها مهما كان الثمن، مهما كان، مهما كان الثمن، ولكن عمرنا ما نلجأ للعنف، لأن العنف ليس أسلوب إنساني. إن نستقل يصبح لنا استقلال ذاتي، نعملوا على رواحنا، ما عادش نبداو تابعين للشرق ولا للغرب. بعضهم في التعليقات يقول لك احنا لازمنا نقطع مع الشرق، ولكن الغرب عطانا. شعطانا الغرب؟ شعطانا؟ شعطانا الغرب؟ شعطانا؟ ها شعطانا الغرب؟ تقول التكنولوجيا تجي منه، نجم نصنعها التكنولوجيا توا، التكنولوجيا اصبحت في متناول الجميع، التكنولوجيا اصبحت في متناول الجميع. اعطينا استقلالنا السياسي، اعطينا استقلال الثروات متاعنا اللي قاعدين يسرقوا فيها. راهو الغرب لو احنا كحركه او حركات اخرى يجيو يقولوا لهم اي نحافظوا لكم على الثروات، نعطيكم الثروات هذه الكل، فهمت، وخلينا نكونوا معناتها الدوله امازيغيه في شمال افريقيا، تو الغرب يقول اوكي، لو يرانا قوه شيء طبيعي يقول اوكي، فهمت، ولكن خاطر يشوف فينا ضعاف. هذاك علاش هو يعمل على ما يدعون العروبة، فهمت؟
رو احنا وتنقولوا الحق حق، حق الارض ليس حق السماء، ليس عندنا مشكله مع الدين، اما عندنا مشكله مع الدين المستورد. الدين المستورد سوى الاسلام اللي جاينا من الشرق او المسيحيه اللي جايتنا من الغرب. يعني ياسر من الشباب نتاعنا فهمت في عوض يعني يكون عنده يكون مسلم امازيغي مستقل او مسيحي امازيغي مستقل او يهودي امازيغي مستقل او لا ديني فهمت مستقل. لا، تلقاه المسلم يتبع للشرق، المسيحي يتبع للكنيسة والجمعيات هذه التنصيرية فهمت، والملحد يتبع للعلمانية فهمت. علاش احنا ديما شبينا احنا سوق استهلاك، كل واحد يجي يجرب فينا، ما عندناش عقل، ما نجموش نخدموا بلادنا، ما نجموش نطوروا بلادنا. قديش عندنا من عقول برا، علاش ما يرجعوش للبلاد؟ لهذا الحركه نتاعنا تقول الحق حق الارض وليس حق السماء، يعني لا باسم الدين مهما كان، احنا نؤمن بالانسانيه، والانسانيه نتاعنا مرتبطه بهذه الارض. اذا احنا امازيغ، مهما كان دينك، مهما كان المعتقد نتاعك، مهما كانت لغتك، انت امازيغي. شوف جنوب امريكا يتكلموا اسبانيوريه يقولوا اسبانيور، يتكلموا البرتغاليه يقولوا برتغال، السنغال تتكلم الفرنسيه تقولوا فرنسيس، الكيبيك يتكلموا الفرنسيه يقولوا فرنسيس. لا، ورغم اللي احنا هوني العربيه اللي هم يسميوها لهجه عربيه، يعني تاثرت شيء طبيعي 1400 سنه من الاستعمار العربي فهمت، 1400 سنه ولكن تعتبر لهجه امازيغيه. ونطالبوا بالارض نتاعنا كلها مع كل اللي موجود فوقها من ثروات طبيعيه ومناظر جميله وبشر فهمت حر سيد نفسه، كما تدل كلمه امازيغ، امازيغ يعني سيد نفسك. ثقوا في رواحكم، ثقوا في رواحكم، ثقوا في رواحكم، اراكم تنجموا تغيروا، صدقني المسألة تول كلها مسألة معناتها عمل، اللي ما يعملش ما يوصلش. إذا ثقوا برواحكم ويزيكم من معناتها الهروب من جهة للوقوع في جهة أخرى، وعملوا على رواحكم وكونوا أمازيغ. أمازيغية ماهيش كلمة تتقال، أمازيغي لازم تكون عندك النيف، تكون عندك الشخصية، تكون عندك الكلمة. أمازيغي إنك تكون حر، أمازيغي أنك تكون سيد نفسك، مش تمشي تستورد لي أفكار من الشرق ومن الغرب. احنا نجمو نقدو الأفكار بتاعنا، ونجمو نطوروا رواحنا، ونجمو نغيروا المجتمع بتاعنا، ونجمو نستقلوا باش نلحقوا بركاب الحضارة. لأن الذي لا يعرف هويته والذي لا يؤمن بهويته لا يمكن، لا يمكن أن يتقدم. كل الشعوب عرفت الهوية نتاعها، واحنا مازلنا نصارعوا فهمت في هذه المسألة. إذا راهي بالخدمة، 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 ونطلب منكم باش تثقوا في رواحكم، رانا نجموا نغيروا، خاصة مع التكنولوجيا توا وبالإنترنت نجموا نغيروا. اثبتوا وجودكم يا سيدي، ما تهبطوش على الساحة، اخدموا كان على الإنترنت، اثبتوا اللي انتم موجودين، هذا هو المطلوب. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبسلامة.